الأسد عايز إيه؟ الأسد عايز يحتفل، هو مستني احتفال، يمكن يكون احتفال بالارتباط، ارتباط رسمي، أو مستني احتفال بعيد جواز، عيد ميلاد، في مناسبة الأسد متوقع إن هو يحتفل بيها، عايز يحتفل بيها طبعا مع شريكه. نفسه شريكه يديله حاجة، هو مستني منه حاجة. سيبكوا بقى من البنتكلز ان هي كوينز، لا مش شرط يكون فلوس، مش مستني منه فلوس، مستني يديله حاجة، مستني منه عطاء من نوع ما، حتى لو اهتمام. يعني شايف شريكه ازاي؟ شايفه بيتخلى عنه، بيبعد عنه، مش قريب، مش قريب بالدرجة الكافية على الأقل. يعني ده أنا بحاول أقولها بألطف طريقة ممكن، بس هو بيبعد ومتجاهل الحب والمشاعر والحاجات دي كلها، وإيه، وسايبه ورايح في حتة تانية. شريك الأسد عايز إيه؟ شريك الأسد King of Cups، هو حابب يديلك مشاعر، عايز يديلك مشاعر أكتر، معرفش إيه اللي موقفه، يمكن يكون حاجة فيك بينك وبينه مثلا، إنه أنت يمكن زعلان منه في حاجة، أنا مش قادرة أفهم، بس هو عايز يديلك مشاعر. نفسه في برج بينكم، نفسه يتهد، نفسه يتهد. بصوا بقى، أفتكر إن البرج اللي بينكم ده شخص، ده شخص، الشخص ده أو حتى ممكن تكون صفة فيك في الأسد، نفسه إنها تتهد ويحل محلها حاجة أحسن، أو في حد عمل لك غشاوة على عينيك، يعني خليك مش مقيم الموضوع صح. واللي بيأكد لي ده حاجة كارت هنشوفه بعد شوية. شايفك ازاي؟ شايفك خبر حلو، يعني انت بتسر قلبه، بتدخل في قلبه السرور، حاجة طاقة إيجابية بحتة. يعني الطاقة ما بينكم مرحلة جديدة، انتوا شكلكم داخلين على مرحلة جديدة ومرحلة حلوة، أو دخلتوا فيها بالفعل. ده كارت زواج كويس، انا بشوفه كارت زواج، او التوجه نحو الدين، او بتمروا بظروف وحشه جدا، يا ده يا ده. بس في حاجه جديده هتحصل، في حاجه هتشتغلوا عليها، هتصلحوها، في حاجه هتتصلح، زي ما انتوا شايفين هو قاعد بيصلح حاجه، في حاجه هتتصلح كويس. انا مش عارفه ده شغلك ولا شغل شريكك، بس اللي حسسني انه في حد هو اللي مسبب المشكله بينك وبين الاسد الكارت ده. شايفين هو قاعد، ده واحد ملك وملوي هدومه وقاعد وحاجه حلوه جدا، وجنبه هذا الكائن الطفيلي ده بينصحك نصايح مش كويسه، ده مش بيتمنى لك خير. في طرف في العلاقه دي بتاعت المجموعه التانيه للاسد مشوش على رؤية حد فيهم، يا إما الأسد أو شريكه، فاهمين قصدي؟ بس أفتكر إن هو الأسد، لأن اللي نفسه الغشاوة تنزح هو شريكك يا أسد. في حد مسيطر عليك، أو مش مسيطر عليك، أنت مدير ودنك، والشخص ده مش كويس، مفهمك صورة غلط عن شريكه. البرج ده لما هيتهد هتبتدي تشوف الصورة أوضح، وهتشوفها أحسن، وهتشوف يعني شريكك أو حبيبك على حقيقته فعلا، مش بالصورة اللي الشخص ده أو البني آدم اللي بيوسوس لك ده مصورها لك، لا. فهمت قصدي؟ الطاقة ما بينكم حلوة جدا، زي ما قلنا الأسد مستني احتفال، مستني عطاء أو حاجة معينة من شريكه. الأسد شايف شريكه بيبعد عنه، ومش دي الحقيقة، أنا مش شايفة إن دي الحقيقة خالص. شريكك بيحبك يا أسد، وعايز يقدم لك الاهتمام وكل حاجة، بس في حاجة واقفة في طريقه، في حاجة مضايقاه، لمجرد ما هتروح هتشوف كل الحاجات دي وهتبان لك بصورة أوضح. شايفك خبر حلو وطاقة تفاؤل وحاجة حلوة جدا، والطاقة ما بينكم فيها مرحلة جديدة. أفتكر أنتوا هتشتغلوا على الموضوع وهتصلحوه يا أسد مع بعض. ده فعلا صح جدا، كلام صح في الابتعاد العاطفي للأسد. تمام، ده فعلا صح. بشكرك يا أم حياتي، أمل حياتي، بشكرك. طيب شوفوا بقى مين الشخص اللي عمال ينصحكم النصايح اللي مش لطيفة دي، و
اي حد مدخلينه في العلاقه. هرجع تاني واتكلم عن الحموات. بليز ارجوكي كل الحموات، خليكوا كده جمال، خليكوا حلوين، وسعوا للخير. يعني اي زعله تحصل حولي، يعني معلش هاتي الغلط على ابنك او بنتك احسن، عشان الدنيا تمشي وما يبقاش حد شايل من حد. لان هقول لكم على حاجه، بيحبوا بعض جدا، ف هيطلع هيبقى انتوا شكلكم وحش، يعني في الاخر هيتصالحوا كده كده هيتصالحوا. فخليكم كده محضر خير وصلحوا ما بينهم ان شاء الله. ربنا يعني ربنا هيكافئكم على حاجه زي كده اكيد. تمام. محمد ابعت على الصفحه. اوكي ان شاء الله يا نسرين. اوكي ده شغل جديد ان شاء الله باذن الله يا ماما توجي. ما فيش حاجه تتصلح، ما تقوليش كده يا مريم، ان شاء الله هصلح كل حاجه باذن الله هتتصلح. ده اللي انا شفته، عايزه تصدقيني صدقيني. الصبر طاب. طيب الصبر طيب، اهلا بيك نورك. الظروف صعبه في صلح في صلح الاسد مع اسد. دي حقيقه دي حقيقه. اوكي الحظ في العمل. نيجا انا شفت العمل في عند الاسد كويس، وفي يمكن عنده سفر كمان. مريم لو دي الحاله، لو دي الحاله حاسه ان جواكي طاقه مش كويسه، طاقه سلبيه، بعتي لي على الصفحه حاول اساعدك. كلميني نشوف ممكن احاول اساعدك ازاي. كلامك صح جدا، انا بموت فيكي يا علا، تسلمي لي يا روح قلبي. صح جدا يا سرسورة، ميرسي يا روحي. انا كانت ما تقولش على نفسك كده يا راشد، ما تقولش على نفسك كده، انت جميل. اوكي الكلام ده 100% يا ست الكل. يا حسني بشكرك جدا جدا. اوكي يا رب باذن الله. طيب خلينا نشوف اخر مرحلة، مش عارفة انا مستعجلة ليه النهاردة. اللي مش مرتبط اصلا يا انا مش عارفه اقرا اسمك، حود اطوان. انا شفت الناس اللي ما عندهمش ارتباط خالص، مش في علاقه اصلا، لا مفيش علاقات جديده، يعني السناجل سناجل وانجوي. السناجل بليز انجوي. هنشوف المجموعه الثالثه والاخيره، برج الاسد. ايوه ايمن. جميل سلام يا سلام. اوبا طيب، تطور مادي حلو قوي المجموعه الثالثه، حالة امان سيكيورتي، مش عاتل هم ان شاء الله، مش عاتل هم خالص للحالة المادية. الحالة المادية عندك حلوة جدا، وبص فرحان بنفسك ازاي، وشكلك رايح على مغامرة، هتعمل مغامرة. وكمان بيوصفك يا اسد شخص تلقائي، شخص ايجابي، شخص كده عفوي على طبيعته. عندك شوية تهور، في شوية تهور، بليز احسب بس خطوتك كويس، بس شكلك داخل على مغامره جديده. بس الكارت طاقته حلوه جدا، شمس طالعه وانت مبسوط وايه وحالتك المزاجيه كويسه جدا الحمد لله. هنا ذا لافرز ده في حاله ارتباط بس مش جديده، دي مش مشاعر جديده، دي مشاعر موجوده اوريدي بس انت مرتبط بشريكك. طيب في هنا حاله هروب بتحصل، بتهرب من ايه يا اسد؟ بتهرب من ايه؟ شكلك عامل الحاجه غلط وبتهرب منها. مش عايز تواجه، او على الاقل مش عايز تواجه، يعني خلينا نقول مش لازم تكون عامل حاجه غلط، مش عايز تواجه حد دلوقتي، وراحتك انت حر اصلا، يعني ده هو اللي كسب، يعني لو انت ما واجهتوش هو كده الكسبان، لان مواجهتك صعبه جدا. عندك الشمس سطعة وطلعة ومنورة الدنيا كلها، الشمس يعني فرح، يعني طاقة إيجابية، يعني نجاح، يعني صحة، حاجات حلوة قوي، وأمان،
ودي اهم حاجة عندي بصراحة، احلى احساس في الدنيا احساس الامان، مش خايف من حاجة خالص، الحمد لله الدنيا عندك حلوة قوي قوي. طيب نخلي بالنا بقى من الحاجات الحلوة قوي الجميلة دي عشان تحتها الجزمة ده. The devil ده بيوحي بالحسد او بالسحر. نخلي بالنا بقى من التطور بقى المادي والعلاقة الحلوة اللي فيها ارتباط دي والشمس اللي طالعة والمغامرة اللي انت هتعملها، ان في قر عمال بيحصل من وراك، حصن نفسك، بلاش تتكلم، ما تقولش يعني معرفش، هو ربنا قال واما بنعمة ربك فحدث، بس معرفش يعني حاول تحصن نفسك على الاقل، على الاقل واحد مش عارف يعمل ايه ومعرفش. خلي بالك في طاقة حسد عندك يا اسد جامدة جدا، خلي بالك، او ممكن تكون وصلت للسحر كمان. مجهود مبذول في العمل واضح جدا جدا جدا، بس ممكن تعمل اكتر، كمان ممكن تعمل اكتر، دوس على نفسك اكتر شوية. في حد شكله في مجال العمل، مش شرط يكون برج اسد، بس هو شخص مخيف، مخيف وذو سلطة، كويس، افتكر ده عندك في العمل، ده سيطر عليه كده بالطبطبة زي ما هي بتعمل بالظبط، شايفين، اتقي شره يعني بمعنى اصح، اكسبه، حاول تكسبه لصفك. ايه اللي كانوا بقى بيسألوا بالنسبة للسناجل؟ السناجل المجموعة الثالثة في عندهم مشاعر جديدة، في شخص هيظهر كده ويقدم عرض، مشاعر جديدة. لو كان الشخص ده ظهر بالفعل فاحنا بنتكلم في خطوبة، في علاقة جدية، كنت نصيحته انه اظهر مشاعرك يا اسد، اظهرها، الشخص ده الشخص المناسب، اظهره، ما تخافش يعني. في عندك موت لألم يا أسد، المجموعة الثالثة اللي كانوا بيعانوا من حاجة نفسية أو أي حاجة حتى جسدية، إن شاء الله في موت للألم. No pain anymore، خلاص الألم هيروح. أنا مش عارفة ده هل لأنه الموضوع اتعالج وخلص، ولا يعني أنت اتعودت على الوجع ده. بس انا حاسه ان هو اتعالج وان انت بقيت كويس والدنيا كويسه قوي قوي قوي. هلخص القرايه، ان شاء الله تطور مادي كويس جدا، ان شاء الله مفاجئ كمان، حاله ارتياح وامان من الناحيه الماديه، ارتباط قوي مع الشريك، في حاله هروب من المواجهه، الشمس وجمال الشمس اكتر كارت بحبه، بفكر اعمل غلاف الكتاب الكارت ده، يعني في جهد مبذول جامد في الشغل بس انت ممكن تعمل اكتر. في هنا حاله عفويه كده، وزي ما انتوا شايفين ماشي بيتمخطر كده ومش فارق له حاجه، وشكله داخل مغامره. موت لألم، الحمد لله في شخص هيظهر نفسه، او الاسد نفسه لو هو ولد يعني، هو اللي هيظهر نفسه وهيقدم عرض لشخص معين، عرض ارتباط. خلوا بالكم الحسد يا اسد جدا جدا، العين عليكم جامده قوي 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 الفتره دي، لان ما شاء الله الدنيا عندكم حلوه. الشخص العنيف ده اللي انت تعرفه اللي يخوف بالطريقه دي، حاول تكسبه بعقلك، روده بعقلك، ان شاء الله هتقدر عليه باذن الله يا هدير، ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي، ربنا يسعدكم كلكم يا رب. لا بصي انا خلاص ابتدى يبقى عندي ثقه في نفسي الصراحه في المواضيع دي، لان قرايات كتير قلتها سواء عامه او خاصه، والحمد لله بتتحقق، الحمد لله، ان شاء الله ربنا هيبعت الخير. صح يا رب من حاجه فعلا، ومش عاوزه اواجه، انت صحيح. طب تمام يا نونا، خلاص لو انت شايفه حبيبتي ان انت مش جاهزه لمواجهه دلوقتي مش مشكله. يا وسام حبيبتي انا تحت امرك، ابعتي لي على الصفحه حبيبتي وانا معاكي يا روح، بس اخلص بس اللايف. حتى فكره السحر ظهر، هدير ما تخافيش من حاجه خالص، مفيش حاجه، مفيش حاجه بعيده على ربنا، مفيش حد اقوى من ربنا، كل حاجه بتتفك طبعا. يا رادي الاسد اهو، اسد بيتكلم، احنا ما بنخافش من حاجه، حد في اسد في الدنيا يخاف فعلا؟ فعلا يا سوما، خلوا بالكم، وقلت لكم بالنسبه لموضوع الاحجار، الحجر الازرق اسمه الفيروز تقريبا، الفيروز ده هو ده بتاع الحسد، هتلبسوه سلسلة، خاتم، اي حاجة، المهم يبقى ملامس جسمكم الحجر ده، مجرد ما يتشرخ او يتكسر معناه ان هو اخد طاقة الحسد بدالك،
تاخده ترميه وتشتري غيره، ما تمشيش من غيره بقى، بيحمي فعلا. الناس الحاجات اللي كانوا بيقولوها زمان الخرزة الزرقاء والحاجات دي، على فكرة دي مش خرافات. الحجر ده ليه طاقة، طاقة بيعمل عليك عازل ان الحاجة ما تصيبكش انت، وهو اللي يتصاب مش انت. اللي عايزين الاحجار دي انا حاطه اللينك بتاع مملكه الاحجار الكريمه اللي قلت لكم عليه، وعامل خصومات هايله جدا دلوقتي. روحوا قولوا له انا من طرف اميره واشتروا الاحجار دي للحسد، هايله هايله فوق الهايله، ومش غالي على فكره، الحجر ده مش غالي خالص. وزي ما قلت لكم عامل كمان خصومات كتيره قوي. مساء الفل يا ايناس، اهلا اهلا، كله صح. طب مخدوده ليه ايه؟ ما تتخديش. سؤال جد، هو حد لو عرفتي ان ممكن يحصل له حاجة وحشة يقدر يغيرها؟ طبعا طبعا يا جيمس، الدعاء اول حاجة، الدعاء يغير الاقدار، لا حاجة مسلم بيها عارفينها من احنا عيال صغيرين. تاني حاجة، ان حاول تتفادى الحاجة اللي كانت هتأدي للحاجة الوحشة دي، بما ان يعني انا اديتك انذار بحاجة اكيد في حاجة هتحصل قبلها، فانت غير الخطة. طبعا الدعاء بيغير الاقدار اكيد 100%. اوكي غيره، هو انا مش هعمل بلوك لحد ولا ايه؟ يا راشد انت بتتلكك تعمل بلوك يا ابني، انا ما احبش على فكره اعمل بلوك لحد خالص الا لو خرج عن الحدود، غير كده سيبهم. حتى اللي بيقول لي يعني الحاجات الوحشه اللي بيقولها دي، مكارم الاخلاق تعمل ايه لمقاومه السحر؟ سوره البقره ليها تاثير عظيم في الموضوع ده، في السحر والطاقه السلبيه واي حاجه سلبيه اي حاجه وحشه. سوره البقره 3 ايام بس تقعد تسمعها، مش شغلها وتمشي، اسمعها كويس. في ادعيه معينه وايات معينه بتتقال للتحصين ضد الحسد، يا ريت تتقال باستمرار. بخور المستكة كويس جدا، انا بستعمل كل فتره والتانيه لازم اعمل بخور المستكة ده في البيت، وتفتح الشبابيك كلها. برضه بيقاوم السحر وبيقاوم الحاجات دي. طبعا الصلاة العبادات اللي بيبقى بيتعبد ده وبحالة روحانية، فاهمين قصدي؟ في فرق بين الصلاة ان واحد بيقوم بفرض وبيردد كلام وبيعمل حركات بدون روحانيات وبدون خشوع، وبين حد بيصلي بقلبه، فاهمين قصدي؟ اللي بيصلي بقلبه طبعا حاجة تانية، الطاقة فعلا بتملاه، فلما نصلي نصلي بقلبنا فعلا ان شاء الله. طبعا دي بتحصل من كل حاجه، وربنا طبعا قادر على كل شيء، يحصلنا من كل حاجه. وفي طبعا